السلام عليكم، مرحبا، تفضلوا. نهار كبير هذا. معكم الدكتور دريس الروقي، متزوج، ثلاث أبناء، ابن مدينة سليمان حسناوي، يعني كنتمي لقبيلة بن حسن. دكتورة الدولة في لا سونتي دو لا بوبيلاسيون، صحة السكان. دبلوم دراسة العليا من كلية الطب والصيدلة بالمونستير حول ليغونومي لادابتاسيون دي بوز دو ترافاي او سالاري. مهندس رئيس في وزارة الشغل والإدماج المهني. بالنسبة للافي بوليتيك ديالي ولا العمل الجماعي ديالي، مستشار جماعي بلدية سيدي سليمان، مستشار كذلك جهوي ورئيس لجنة ديال إعداد التراب والتنمية المجالية والبيئة بمجلس جهة رباط سلا القنيطرة، مناجر في الشركة العالمية فوريفر. نظرا للأنشطة الكبيرة اللي كنعرفها سواء المستوى الجمعوي أو السياسي والناس اللي كنشوف بزاف والعلاقات اللي عندي، هادشي كامل دفعني باش أنني نكون في شركة فوريفر العالمية، بحكم أنني كنتلقى مجموعة الناس اللي كنحاول نبارطاجي معاهم سوا لو برودوي سوا لو بروجي. وكيف ما كتعرفوا كاملين بأن فوريفر نورمالمون سي لا كومينيكاسيون، سي التواصل مع الآخر، كنديروا الخير في الناس الاخرين، سواء من ناحيه وانا كنعاونوهم باش يعاونوا الصحيحه ديالهم، او كنعاونوا لي جون او الناس بصفه عامه اللي كيقلب على دخل اضافي او دخل رئيسي. قصتي مع فوريفر او لو ام ال ام ولا ماركتينغ دو ريزو وبيان كما كيتقال التسويق العلائقي، بدات في 2015. كنت في واحد المقهى في هرهوره وكان معايا الاخ توفيق البوعزوني اللي هو دابا هو البارين ديالي، وبهذه المناسبه لابد من تقديم الشكر ديالو لانه هو اللي عطاني هذه الفرصه هذه. كانت بالرفض لانني ما كنعرف شنو هو التسويق العلاقاتي، شنو الماركتينغ دو ريزو، شنو الاي ميل ام. مشات الايام كترجع هذيك القصه، وبالضبط نهار 10/11/2019 وفي مكه كنت في زياره لقبر النبي كما كنقولوا جميعين، كنا في عمره انا والوالده ديالي، وتما تعرضت عليا من عند واحد الماليزي. جاتني غريبه كيفاش انها تعرضت عليا، والطريقه باش تكلم معايا سمعته شي شويه، دونك خديت فكره على فوريفر. فهذيك الليله مشيت درت دي غوشيرش مزيان، عرفت مزيان. غدا اتصلت بسي توفيق قلت له كيفاش ندير باش نولي فوريفر، لان بما انك تقولوا لي بانك كديروا الخير في الناس، وانا علاقتي كبيره مع الناس بحكم العمل الجمعوي والعمل السياسي اللي انا فيه، انا مفروض فيا نعاون مجموعه ديال الشباب. هذا نورمالمون هذا هو كان انطلاقه ديالي، نعاون مجموعه ديال الشباب اللي ممكن يحسنوا وضعيتهم الماديه. هذا هو كان هذا الهدف الاول ديالي. وبالتالي مشيت انا وسي توفيق، جلسنا مع الاخ سعيد مكاك، الاخت سعاد اقلاز، الاخت نجمه، والسي حسن دادن، وتكونت عندي فكره. وتوكلنا على الله ودرت لانسكريبسيون، درت انيماتور في 8 ايام، ماناجر ادجوان في شهر و8 ايام، ماناجر في شهر و25 يوم. رغم يعني الالتزام الوظيفي، رغم الالتزام السياسي، كان لقى الوقت الفوريفر. يوميا عندي اجتماعات مع لي فيول، سيرتو في هذه الفتره هذه الكوفيد، دونك يعني من الخمسه الفوق كيبداو الاجتماعات اترافيغ زوم. كنبدا بلي بروسبي ديالي جداد، لي نوفو بروسبي اللي كنتكلم معاهم على لافير واللي كنانفيتيهم لا كولابوراسيون الكبيره اللي كنقدموا فيها لي بريزونطاسيون دو بروجي ولا لي بريزونطاسيون دو برودوي. كذلك كندير لو سويفي يوميا عندي في لاجوندا، شكون هما الناس اللي فيهم اللي غندير معاهم لو سويفي. دونك من كنفيق الصباح كتكون عندي لاجوندا مقاده، وكيبدا الخدمه ديالي كتبدا دائما من الخمسه العشيه ل 11 العشيه. ودائما في اطار طرق الاشتغال، الان حنا ولينا في واحد العالم بعد الحمد لله كما كنقولوا، واخا كوفيد هي جائحة اللي أثرت على العالم كامل، فيها بعض الأمور اللي فيها الخير خصنا نستافدوا من هذه الجائحة هذه. مثلا طرق الاشتغال، هذه شحال كان المقاولات أو المقاولون كديماري الطوموبيل ديالو، ها هو في طنجة، ها هو في فاس، ها هو في مراكش، ها هو في مكناس، باش يفورمي لي فيول ديالو. الحمد لله الآن ممكن من البيت ديالك دير لي فورماسيون، من البيت ديالك دير لا بروسبكسيون، من البيت ديالك تعمل أي حاجة ومن داخل البيت. دونك ديجيتال كما كنقولوا بصفه عامه هو المستقبل بعد ديال الماركتينغ ديالنا، الماركتينغ دو ريزو اللي كنشتغلوا فيه وديال فوريفر. دونك من المفروض كل شيء خصو يتعلم، خصو يكون عنده دي فورماسيون اللي عندهم علاقه بالديجيتال. كل كيعرف بان الاهميه ديال الرياضه في الصحه، ما يمكنش حنا نكونوا كنشتغلوا في واحد المجال اللي عنده علاقه بالصحه الانسان وما نتهلاوش في راسنا بالرياضه.
وخاصة أن فوريفر كتوفر على مجموعة من المنتجات اللي عندها علاقة بالسبور ومنتجات عالية الجودة. العمل داخل فوريفر ماشي صعيب بزاف، عنده بعض الشروط من بينها ثقة في نفسك، ثقة في ليكيب اللي معاك اللي كتكونها، ثقة في لي زابلاين ديالك، سمع لي زابلاين ديالك والباغين ديالك، ثق في البرودوي، ثق في الخطة ديال التسويق. هادشي كامل اللي كانت عندك الثقة غتعطيك إيمان بالبروجي، غتعطيك إيمان أنك غتنجح بعد من الناس السلبيين. دائما إلا شي حد تكلم معك على أن كاين مجموعة فشلت داخل فوريفر، قول له كاين مجموعة كثيرة، واحد 10 مليون في العالم نجحات داخل فوريفر. ولا آمنتوا، أنا متأكد بأنكم غتوصلوا إن شاء الله وغتحققوا جميع الأحلام اللي كتحلموا بها في هذه الشركة العالمية.